وما أحسن الحديث إذا كان من ربك الذي هو أصدق القائلين ولا أحسن منه حديثا. فإذا تأثرت بآية فانقل موعظتها إلى من بجوارك وإلى من عن يمينك ويسارك، قل له انظر كيف الآخرة، هل أعددنا للآخرة العدة؟ هكذا كان الصالحون وهكذا كان البررة والأخيار تنتفع وتنفع غيرك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما أيقنوا وصلحوا نقلوا هذا الصلاح إلى غيرهم. فلا تبخل أن ترى بجوارك غافلا تنبهه أو ساهيا توقظه. فهذه كلها نفحات ورحمات في شهر الخير آكد، وهي لم يجمعنا الله في المساجد إلا لنتناصح ونتذاكر ويشد بعضنا على يد البعض. وعلى المسلم في هذه العشر أن يحرص كل الحرص على عمارة الأوقات بما يرضي الله، وأعظمها كما ذكرنا تلاوة القرآن، ثم الباقيات الصالحات، التهليل، التسبيح، التحميد، التكبير. فهذه معقبات.